شكرا تفضلي. مراد. شو صار؟ نزل المطر فجأة وأنا لحالي بالطريق، وما عرفت وين بدي روح، وما كانت شنطتي معي، لهيك اضطريت اتصل فيك. مو مشكلة، عملتي منيح. بصراحة خفت لما اتصلت فيك. ليش؟ لأنه بآخر مرة شفتك عملتني بطريقة مو منيحة، قلت لي اتركي الملف على الطاولة وتفضلي امشي. أحيانا الواحد ما بيقدر يتحكم بحاله. بعتذر منك. لا تعتذر، القصة مو مستاهلة بنوب. بتحبي أعمل لك كاسة شاي؟ بتدفيكي شوي؟ بدي عزبك. مراد؟ نعم. بتحب احكي لك نكتة حلوة؟ احكي لشوف. البطيخة ليش بتروح على الديسكو؟ بتعرف شي؟ ليش؟ لا ترقص وتخلص من بزورة. بتضحك كتير ما هيك؟ آخر مرة سمعتك كنت بالصف الثالث بظن. الشاي جاهز. انت شو عملتي فيني يا بنت؟ لك يا الله دخيلك، وين هالبنت؟ اي فتون؟ هذا انا مراد. بعرف انه بالك مشغول لهيك عم بتصل. حبيت اقول لك انه فتون عندي. لا ما فيك تحكيها لانه نايمه. هلا بتفيقها وفورا، ولا تحضر حالها جاي اخذها. لا ما في لزوم تجي، بس تفيق انا بجيبها، لازم ترتاح شوي. ها جان، بدي اقول لك شغله مهمه. خلص انا اخذت قراري، رح اخذ فتون منك. شو هالوقاحة اللي عندك؟ انت بدك تاخد مرتي مني؟ مين مفكر حالك ولا؟ مين مفكر حالك؟ انا بعرف كيف ندمك على هذا الحكي. مفكر العلقة معي سهلة يا واطي؟ Thank you.
بس ما كون فيقتك. كأني مرضانة، ما حسيت على حالي لما غفيت. مراد شو عم تساوي؟ عم بطبخ. ريحة اللي عم تطبخه كتير طيبة. قلت بتكوني جعتي وكمان أخدي برد، فحبيت أعمل لك شوربة لتدفي معدتك. يعني طبخت كرمالي؟ ايه. يلا يلا تعي. تفضلي. شكرا كتير. حطي المخدة ورا ظهرك. يسلموا مراد. دوقيها لنشوف إذا رح تعجبك. عن جد أنت اللي ساويت الشوربة؟ أطيب شورة بدأت بكل حياتي. صحتين وهنا. ما خطر لي أبداً أنه ممكن تكون بتعرف تطبخ. الوحدة بتعلم كتير شغلات، ما كنت أتخيل حالي أني أعرف أطبخ. وأنا قضيت حياتي كلها عايشة وحيدة، بس إذا بضل 100 سنة ما بيطلع بإيدي أعمل مثل هاي الشورة الطيبة. فرحت أنه عجبتك. صحتين وهنا. يلا فتون احكي لي لشوف، شو اللي خلاك تعدي تحت المطر؟ شو الموضوع؟ ليش ما رجعتي على البيت؟ جان اللي مزعلك؟ ليكي فتون، قلت لك هالحكي من قبل، فيكي تحكي لي كل شي وفيك توثقي فيني. مراد في حدا عم يدق على الباب، ما بدك تفتح؟ طبعا رح افتح لنشوف مين. جان أهلا وسهلا. ما كان في لزوم تجي لهون، قلت لك بس تفيق فتون أنا برجعها. بعد أنت شو قاعدة عم تعملي عندك؟ ها؟ قومي تحركي لشوف. بعدين أنت وين تيابك؟ شو هدول التياب اللي لابستيهم؟ فوق، غيرتهم لأنهم انبلوا بالمطر. روح البسيهم، بدنا نطلع. قلت لك انا كنت رح وصلها على البيت. جان من اليوم ورايح اذا بتتدخل بحياتي رح تشوف شي ما رح يعجبك. بس فتون اتصلت فيني لاروح اخدها. ما اتصلت فيك، ليش يا ترى؟ وانت فورا استغليت الموقف ولقيت فرصه لتتواسخ. اي فرصه عم تقصد؟ وشو عم تحاول تقول؟ يلا فتون انزلي، يلا فتون انزلي عم قلك. امشي ادلك. لك شبك مراد، لا تتدخل. ليك جان، انت عم تغلط بحقي وصبري في إله حدود. مين اللي عم بيغلط؟ ليك أنا ما عاد اسكت، فهمت؟ إذا بتغلط معي ما عاد رح اسكت. خلص نقف. بعد جان، شو صار لكم؟ مراد،
بعتذر لأنه حطيتك بهالموقف. شكراً لك على كل شيء مراد. يلا خلينا نطلع من هون فتون. امشي قدامي لأشوف. لوين طالعة؟ بدنا نحكي شوي. أي أحسن، شو بدي أحكي مع واحدة مثلك؟ أنت كيف بتعملي فيني هيك شي؟ لك شو كنت عم تعملي عنده؟ لك شو كنت عم تعملي ببيت مراد بهيك وقت؟ شو اللي أخدك لعنده؟ بدي أفهم شو اللي أخدك؟ ليكي، أنا من الأول بعرف إنك هبلة فتون وما بتعرفي تتصرفي. شو اللي عملتيه يا مجنونة؟ مفكرة إنك بتكسري لي راسي بهذا الشيء اللي ساويتيه؟ أنا آخر شيء بتوقعه إنك تتصلي بمراد لحتى يجي وياخدك. لك مراد شاكك إنه زواجنا مانو مزبوط، وأنا عم بعمل كل جهدي لحتى حاول إقنعه بالعكس وطلعت روحي، وأنت شو عم تعملي؟ رحتي على بيته لهذا التافه؟ ولك ما تقومي تحكي معي. شبكي فتون؟ فتون ردي، حرارتك مرتفعة. تعالي معي. يا روحي لك فتون، رح تصير منيحة. ليكي، إذا أنت ما فيك تلبسي لحالك حبيبتي فتون، لا تخجلي مني، أنا بلبسك. بلبس لحالي. استني. فتون ليكي، فتون ركزي معي، ليكن تيابك موجودين جنبك، ايه؟ ما بتأخر، راجع فورا، يلا قومي البسي، قومي.
متعالي لعندي. مي مي أمي فتون. فتون عم تسمعيني؟ أربي تعالي تعي. يلا حبيبتي تعالي لا تخافي. يلا يلا لشوف خدي هالحبة مني. افتحي تمك. يلا فتون يلا. كتير منيح. وهلا اشربي. لا تخافي انا جنبك، بعد شوي رح تنزل حرارتك، اطمني. ليكي فتون، انا بعتذر منك كتير، حكيت معك كلام مو منيح، وبعرف اني جرحتك. يعني مثل ما بتقولي عني، أنا واحد تيس معك حق. تيس كبير ما بيعرف قيمة الشي اللي عنده. يلا بقى فتون، يلا طيبي بسرعة. صدقيني أنا ما فيني أعيش بدونك بالمرة يا بنت. يعني شغل البيت ما بيستنى، أنا لهيك بدي إياك تطيبي. ما عاد في حرارة بنوب. معقول ضل سهران جنبي كل الليل وما تركني؟ معقول كله مشاني؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.